الحياة النيابية في مصر لها تاريخ كبير ومتجذر وعريق، فمنذ مئات السنوات وفي مايو عام 1805 بايع الشعب المصري محمد علي ليكون واليا على البلاد، وبعد توليه السلطة بفترة شرع في تشكيل المجلس العالي عام 1824. وفي عام 1829 وضع المصريون لبنة لأول نظام شورى، حيث تم تأسيس مجلس المشورى حتى تم تطويره عام 1966 بإنشاء مجلس شورى النواب في عهد الخديوي إسماعيل. وبعد قيام ثورة عام 1919 الشعبية أعد دستور جديد للبلاد، وصدر في عام 1923، والذي أقر قيام نظام نيابي قائم على أساس الفصل بين السلطات، كما أخذ الدستور بنظام المجلسين هما مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وفي عام 1952 قامت ثورة يوليو، والتي قادها مجموعة من الضباط الأحرار، والتي راحت لتؤسس نظاما ديمقراطيا يؤكد مطالب الشعب، فتم إعلان مصر جمهورية، وتم إلغاء الأحزاب، كما ألغت الدستور السابق وأصدرت دستور عام 1956، ليتم بمقتضاه تشكيل مجلس الأمة في 22 من يوليو عام 1957، وتكون من 350 عضوا منتخبا. وفي عام 1979 أجريت أول انتخابات تشريعية على أساس حزبي، وظل تطوير الحياة النيابية مستمراً، ففي عام 1980 عاد النظام البرلماني بغرفتيه من خلال مجلسي الشعب والشورى بموجب استفتاء شعبي، ليستمر العمل بهذا النظام حتى ثورة يناير عام 2011. وبعد إصدار دستور عام 2014 عاد العمل بنظام الغرفة الواحدة تحت مسمى مجلس النواب، والذي تم انتخابه عام 2016، والذي شهد تمثيلا كبيرا للمرأة المصرية وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج. ولمواكبة تسارع عملية التنمية في مصر وتطورها المتلاحق، جاءت التعديلات الدستورية لعام 2019 لتفتح الباب أمام عودة مجلس الشيوخ من جديد باختصاصات تشريعية متعددة. وقبل أن يغلق عام 2020 أبوابه، كان المصريون الذين سبقوا العالم في تأسيس الحياة النيابية قد انتخبوا مجلس نواب جديد يضم تركيبة متنوعة من فئات المجتمع المصري. من مصر، طارق أحمد. أهلا بحضراتكم. أنا هستثمر اللي تبقى من وقت في الحلقة علشان نسمع ضيوفنا، نسمع أجندة عمل مزدحمة جدا بالقوانين، بالقضايا، بالملفات 2021، مجلس نواب جديد، مناقشات دائرتها تتسع، وبالتأكيد أيضا الأولويات بتزيد. برحب بضيوفنا النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب. فردي، أهلا بيكي ومبروك. المجلس. والنائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب قائمة مصر الحديثة، أهلا بحضرتك سيادة النائبة وألف مبروك. والنائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب فردي مستقبل وطن، أهلا بحضرتك سيادة النائب ومبروك. النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ألف مبروك. الله يبارك فيك. أنا هبدأ مع المرأة. النائبة نشوى الديب، النهاردة بعد ما شفنا الجلسة الافتتاحية وأداء اليمين الدستورية، وشفنا كمان الإجراءات الاحترازية اللي أخذت، وشفنا التعليقات على السوشيال ميديا اللي كانت طبعا بتلتقط صور اللي ما كانش الكمامة، اللي ما كانش برضو واخد حذره من الإجراءات، لكن هي الجلسة طويلة، الفترة الزمنية أيضا كبيرة. وعايزين قبل ما نبدا الحديث عن اي حاجه نقول انه كان في استعداد كبير جدا. صحيح. لكل الاجراءات اللي مطلوبه، واستعرضنا في بدايه الحلقه للي بينضم لينا دلوقتي، استعرضنا الصور الخاصه بالخيمه اللي كانت جاهزه للنواب في الخارج، بالكمامات، المعقم، المطهر الى اخره. ندخل بقى في الموضوع. ايه اهم حاجه عندكم النهارده وانتوا بتدخلوا 2021 تحت قبة البرلمان؟ لا، مش اهم حاجة واحدة، في اهم حاجات. في الحقيقة البرلمان الحالي
يتميز بعدد من الصفات الممتازة، عدد كبير من المرأة 62، شباب بكثرة 70، في تنوع حزبي جيد جدا، وده في النهاية هيسري الحياة البرلمانية وتنوع النقاش وتنوع القضايا اللي هتنطرح وتنوع في الرؤى وتناول المشاريع القوانين اللي هتتقدم. حضرتك طبعا كنائبة عندك خبرة أوسع يعني أكيد لمرة جديدة بتفوزي طبعا. طبعا يعني أنا قدمت عدد من مشاريع القوانين وإن شاء الله بعضها بقدمها مرة تانية، زي مشروع قانون تنظيم العمالة المنزلية، هو مهم جدا جدا في الحقيقة، وبيمس عدد كبير جدا من المواطنين اللي بيفتقدوا إلى المظلة الاجتماعية والصحية ومظلة الحقوق بشكل عام. احنا في المجلس ده في الحقيقة، إن كان المجلس السابق كان عنده زخم وزحمة رهيبة للتشريعات، بكل تأكيد برضه ده هيبقى فيه زحمة لا شك، لكن أظنها هتكون أقل شوية من الزحمة اللي كانت موجودة، خاصة إن معظم التشريعات كانت بتيجي من الحكومة أو القوانين كانت بتيجي من الحكومة، وده كان بيأثر علينا إحنا كنواب، إن كتير مننا كان بيقدم مشاريع قوانين ما كانتش بتلحق إنها يتبص لها. الحاجة التانية، وهو دور هام جدا للمجلس، وهو الدور الرقابي. اللي تقريبا احنا مسيناه شويه في البدايه لما بدانا بالرقابه وعملنا لجنه تقصي حقائق للقمح مثلا، اكتر من لجنه تقصي حقائق اتعملت، ولكن في النهايه مجمل الدور الرقابي كان ضعيف. اتمنى واعتقد ان المجلس الحالي ان شاء الله هيضع نصب عينيه هذا الدور الهام جدا جدا، اللي ما يقلش ابدا عن دوره التشريعي. قدامنا قضايا كتير وقدمنا مشاريع قوانين ياما، بعضها مكمل للدستور زي مفوضيه عدم التمييز مثلا على سبيل المثال، وبعضها قوانين اجلت من الفصل التشريعي الاول الى الفصل التشريعي الحالي، زي مثلا قانون الاداره المحليه، زي قانون العمل، زي الإيجارات القديمة، زي قانون الأحوال الشخصية اللي احنا كنا بنتكلم فيها قبل الهوا. يعني كل هذه القوانين قوانين هامة جدا جدا، الناس مستنياها وربنا يستر علينا. لانه برضو زي ما حضرتك بتقولي رقابه المجلس، هو في رقابه شعبيه طبعا، في رقابه طبعاً من المواطن على النائب اللي انتخبه واداله صوته، ورقابه من الشعب. في الحقيقه المواطن نفسه اختلف من بعد يعني ثورتين، المواطن اختلف بقى مهتم بالحياه السياسيه ومهتم بامور بلده وامور نفسه، بقى مشارك وبقى ينتقد وبقى يكتب وبقى يشارك بشكل او باخر، وبالتالي بيتعمل له مليون حساب طبعا، اذا انت كان النائب او الحكومه او اي وطيبر يعني. النائبه هاله ابو السعد، يعني اولا تمثيل المراه، ابتدي بس بوجودها في المجلس، شايفه الحضور ده ازاي وبيضيف ايه كمان؟ يعني اكيد مش قضايا المراه بس هي عماد المجتمع، فاكيد قضايا كمان اخرى على كاهلها يعني. تسمحي لي اقول حاجه، هو تمثيل المراه هو نجاح لعدد وجود عدد من السيدات في البرلمان السابق. في الحقيقه احنا حاربنا كتير جدا عشان نكون تمثيل المراه بهذه النسبه، وخاصه وجوده في الدستور، لان كان في موجه كبيره جدا بتقول لا كفايه نسبه 15%، واحنا كنا مصممين بشكل قاطعي ان يبقى في نسبه 25% للسيدات. لما نقول النهارده ان احنا عندنا 161 امراه موجودين بوجود طبعا تعيينات السيد الرئيس داخل البرلمان، ثم ايضا هيضاف ليها نائبه اخرى ان شاء الله، يبقى 162 نائبه موجوده داخل البرلمان بمعدل 27% من عدد المجلس، فده انا شايفاه
سبق لم يحدث من قبل في البرلمان المصري، وأيضا هو نجاح للبرلمان السابق في تأكيد وجود المرأة في الحياة السياسية بهذا الشكل. الحقيقة مش بس المرأة، مش هي بتتكلم عن قضايا المرأة فقط، هي بتتكلم عن قضايا الأسرة والمجتمع. وخلينا نكون منطقيين، المرأة هي جزء، هي نص المجتمع، فبالتالي هي هتنقل الصورة الكاملة وبوصفها الحقيقي داخل البرلمان من الجزء التشريعي وأيضا الجزء الرقابي زي سيادة النائبة نشوى ما بتتكلم. لكن أحب أقول حاجة مهمة قوي، إن البرلمان السابق يمكن يكون تم ظلمه بشكل كبير، كان هدفه الأساسي إن هو نعيد هيكلة وإعادة صياغة البيئة التشريعية المصرية. في الحقيقة كان التركيز أكثر لما يخرج من برلمان المصري أكثر من 800 قانون تشريع جديد، لأن احنا كنا في مرحلة بناء فعلا للبيئة التشريعية المصرية زي ما بنبني الدولة المصرية في كل مجالاتها. لكن في النهاية احنا كان مستهدف بتاعنا ان احنا نبني البيئة التشريعية. لكن لما نيجي مع بناء البيئة التشريعية، احنا ما قدمناش بالشكل الكافي قوي في الجزء الرقابي، لكن احنا كنا مطحونين في الحقيقة. صحيح. في جزء مهم جدا كان بيمثل المواطن المصري، هي الخدمات المباشرة اللي كان بيقوم بيها دور المحليات. عدم وجود محليات لمدة 10 سنوات متتالية، ده أدى أن النائب ما بقاش دوره زي فقط ما أطلق تشريعي علينا خدمات. فقط نائب تشريعي ورقابي. الناس مستنية ويخلص لها بقى مشاكل الكهرباء، هو ده اللي كان بيحصل على أرض الواقع. هو ده اللي كان بيحصل في المجتمعات بتاعتنا، فكان بيقوم النائب بدوره المحلي. يشتبكوا يعني حتى يكون هناك إصدار بقى، لأن هي دي مهمة المجلس اللي جاي الموجود إن شاء الله. بنأمل فيه إن يبقى فيه مشاركة ورؤية جديدة للحياة السياسية المصرية، إن لما يبقى فيه مشاركة كبيرة من الشباب، لما يبقى فيه مشاركة من المرأة، لما يبقى فيه تنوع سياسي، هيثري الحياة السياسية والحزبية على داخل البرلمان، وأيضا ده هينطبع أيضا على البيئة الخارجية لتمثيل الأحزاب. ودي مهمة جدا. ترأس الجلسة الافتتاحية، كنا فخورين جدا لما يبقى اثنين سيدات، لا مش فريدة شوباشي بس، كمان ومرة أخرى اثنين سيدات على المنصة في ترأس الجلسة الافتتاحية. هذا كان فخر وسعادة. بس عايزة أقول حاجة مهمة قوي، إن ده ما جاش من فراغ في الحقيقة. ده جه من دعم قيادة سياسية مؤمنة بدور المرأة المصرية في الحقيقة. ده كان يعني أنا بقول ده العصر الذهبي الحقيقي للمرأة المصرية. يعني بعد العصر الفرعوني إحنا ما شفناش تمثيل فعلا للمرأة المصرية غير في هذا الوقت، اللي فعلا مش انا مش عايزه اقول رئيس الدوله والرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيدعم، لا ده ورانا او كان وضع لينا رؤيه كمصريين مختلفه تماما لمفهوم تمثيل المراه في كل المجالات، في الوزارات وفي الهيئات وخلافه. وخلينا نقول نبقى منطقيين، هي المرأة مش هتبقى بس ممثلة داخل البرلمان ومجلس النواب، لكن أيضا في دور مهم جدا للمرأة ولازم نستعد ليه داخل المحليات وتمثيل المحليات. ويمكن قانون محليات من القوانين المهمة جدا اللي لازم يتم على سرعة، على وجه السرعة مناقشته خلال دور الفصل التشريعي ده. ومهم جدا كمان عندنا قوانين في غاية الأهمية، طبعا القوانين المكملة للدستور، وأهم بقى وأعتقد ده هيدخل على الفور، وهو قانون اعتماد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ودي حاجة ملحة وعاجلة. قانون الأسرة والمتضررين والأحوال الشخصية يعني في الحقيقة جاي لي أسئلة كتيرة، بس احنا ما عندناش المساحة دي النهاردة. احنا لسه بنقول يا هادي، والنهارده الجلسه الافتتاحيه عن قانون الاسره ودوركم كنواب ان شاء الله. ان شاء الله ده هياخد حلقات طبعا بما يتراءى لدعم الاسره المصريه ودعم فعلا الاطفال والمراه ان شاء الله. الله. طيب شاء انا هروح بقى للنواب، طولنا مع النائبات. فهبدا مع حضرتك سياده النائب مصطفى سالم، شايف التحديات امام البرلمان الجديد ازاي؟ خلينا في البداية نبارك لكل الزملاء النواب اللي ربنا وفقهم واختارهم الشعب لتمثيله في مجلس النواب الحالي، ونبارك لمعالي المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس، والسادة الوكلاء المستشار أحمد سعد والأستاذ محمد أبو العنين. المهمة ثقيلة على قيادات وأعضاء مجلس النواب. المجلس الحالي
زي ما تفضلت زميلات الفاضلات، المجلس السابق تحمل عبء إصدار عدد كبير من القوانين، وصل لحوالي 900 قانون يعني. وده معظم هذه القوانين كانت داعمة لمجهودات القيادة السياسية في استقرار واستقرار الدولة وبناء الدولة، سواء على المستوى ودعم لخطة الإصلاح الاجتماعي وخطة الإصلاح الاقتصادي وحماية الدولة من أخطار الداخلية والخارجية. المجلس الحالي عليه عدة مهام. أولا عليه استكمال بناء الدولة القانونية والبنية التشريعية في الدولة. ثانيا عليه مراجعة القوانين التي صدرت وقياس مدى أثرها التشريعي ومردودها الاقتصادي ومردودها الاجتماعي، وهل حققت الأهداف اللي صدرت من أجلها ولا لا. أيضا كان في المجلس السابق الدور التشريعي والدور الخدمي أكثر من الدور الرقابي زي ما كلنا متفقين. بنأمل من المجلس النواب الحالي أن يكون هناك يعني إفساح أكثر للأدوات البرلمانية، نشوف استجوابات، نشوف لجان تخص حقائق بشكل أكبر. كان في طلبات أحاطة وكان في أسئلة، لكن الاستجوابات والأدوات الرقابية ولجان تخص الحقائق يعني ما كانتش بالصورة الأكبر بناء ما نشوفه في المجلس الحالي. علينا أيضا أن نراجع تحديث القوانين. يعني مصر احنا متفقين أن مصر من أكثر الدول عراقة في التشريع ولدينا تشريعات عريقة، لكن مش ممكن يكون لدينا قوانين لها 100 سنة أو قوانين حتى مر عليها 20 سنة دون تحديث. علينا مراجعة هذه القوانين، العالم يتحول بسرعة مذهلة، فعلينا أن نواكب هذا التحول. أيضا لابد أن يكون هناك رؤية تشريعية متكاملة للخمس سنوات من وجهة نظري، مش لدور انعقاد واحد. لابد أن يكون عندنا رؤية تشريعية للخمس سنوات ما بين الحكومة ومجلس النواب، ونضع أولوية للتشريعات الهامة لتحقق يعني رؤية مصر 2030. القوانين الاقتصادية، المجلس السابق أصدر مجموعة من القوانين الاقتصادية، قانون الاستثمار في عندنا في لجنة الخطة والموازنة، قانون القيمة المضافة وقانون الجمارك وقانون التعاقدات الحكومية وعدد كبير من القوانين. لكن هناك قوانين أخرى علينا أن نستكملها للدفع نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية وجذب الاستثمار بصورة أكبر. فده من القوانين المهمة اللي علينا أن احنا نسعى لتحقيقها. هناك ملف مهم جدا وهو ملف شركات قطاع الأعمال العام الخاسرة. يعني علينا أن نعقد جلسات استماع ونستدعي كافة الأطراف والمسؤولين في هذه الشركات ونستمع إلى أسباب ذلك وللحد من هذه الخسائر التي تجاوزت مئات يعني أكثر من 100 مليار جنيه خسائر مرحلة من سنوات عديدة. لابد أن يكون هناك وقفة لذلك. هذا الملف من الملفات المهمة جدا. يعقد المجلس جلسات استماع، جلسات مناقشة لكل المعنيين سواء من قيادات هذه الشركات أو من المجتمع المتعلق بهذه الأعمال داخل المجلس، للحد من هذه الخسائر ويعني تحقيق الهدف من الأهداف الاقتصادية يعني منها. أنا شايف أن المجلس النواب الحالي أمامه تحديات كبيرة. كان في قوانين مهمة زي ما تفضلوا السادة الزملاء، يعني كان قوانين مهمة ما أسعفناش الوقت أن احنا نناقشها وهي بتهم المواطن بشكل كبير جدا. قانون الإيجارات، الإيجار القديم، قانون الإيجارات، قانون الأحوال الشخصية، قانون الإدارة المحلية، أيضا قانون التخطيط، المالية العامة والتخطيط، لأن قانون الإدارة المحلية مرتبط بقانون التخطيط، مرتبط بقانون المالية العامة. الثلاث قوانين مرتبطين مع بعض، لابد أن يتم مناقشتهم بالتوازي لأن هناك نقاط اختلاف ونقاط اتفاق. طبعا جلسات يعني بيطول الاشتباك ما بين يفضل الاشتباك ما بين الاختصاصات والسلطات، ما بين سلطات المحافظين وسلطات الوزراء والوزارات مع بعضها البعض ومع المحافظين وتوزيع الإيرادات. فأنا شايف أن من أهم التحديات أيضا في اللي هتواجه مجلس النواب الحالي اللي هو الخروج أو إصدار قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط وقانون المالية، لأن دول من القوانين اللي بتؤثر بشكل مباشر في ملف إدارة الدولة وفي ملف الإصلاح الإداري في الدولة وفي فك الاشتباك اللي موجود بين كل الوزارات وبين الوزارات والمحافظات. النائب أحمد فتحي، ناخد فكرة كده من حضرتك عن التواجد والحضور الشبابي في المجلس، ليهم طبعا
صوت يعني في الانتخابات وفي المجلس اكيد دلوقتي 2021. بشكر حضرتك وطبعا بهني السادة النواب والسادة النواب على نجاح اليوم النهاردة. خليني أبدأ كلامي أن أي برلماني ناجح لازم تكون وراه مؤسسة سياسية واقفة في ظهره، وده اللي بتعمله تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. سياسة مفهوم جديد، ده حقيقي. وبقى حاليا دلوقتي السلوجن الجديد بتاعنا شعرنا برلمان بمفهوم جديد. زي ما حضراتكم ذكرتوا، ناس كتير دلوقتي على السوشيال ميديا متوقعة من الشباب البرلمان كتير قوي، وخاصة شباب تنسيقية الأحزاب. طب إيه اللي متوقعينه مننا؟ هنقدم إيه؟ هنشتغل إيه؟ زي ما كنت بوضح ان المؤسسه الحزبيه لازم والسياسيه لازم تبقى واقفه في ظهر النائب بتاعها، اللي هي توفر له كل حاجه ان النائب ده يبتدي يشتغل عليها. عمرنا ما هنقدر نقول ان النائب هيتفرغ فقط لدوره التشريعي والرقابي على مدار الخمس سنين. احنا نامل ده، لكن الحقيقه لازم النائب هيقوم بالدور الثالث الا وهو الدور الخدمي. عشان نقدر نحقق دوت احنا معتمدين على فكره التكامل في التنسيقيه. بمعنى ان احنا عندنا 6 نواب محافظين عندهم علاقات محترمه بباقي المحافظين على مستوى جمهوريه مصر العربيه بالكامل، فاي نائب حاليا لما بيطلب اي حاجه او اي مشكله بتخص اي مواطن داخل الدائره بتاعته، النواب المحافظين بيبتدوا يشتغلوا معانا. طيب هل ده كافي فقط تغيير؟ لا، احنا عندنا لجان نوعيه هي زي بالظبط اللجان النوعيه اللي احنا هنشوفها ان شاء الله بكره في المجلس. واكتر من ده كمان عندنا لجنة الاعلام، المركز الاعلامي اللي بيسلط الضوء المحترم على كل النواب ودورهم، زائد ده كله عملية التأهيل والتدريب. عندنا لجنة اسمها لجنة التطوير والتدريب، عملنا برنامج محترم اسمه نواب بتفيد نواب، كان هدفه الرئيسي ان النواب اللي كان ليهم خبرات سابقة في العمل البرلماني والعمل التشريعي ينقلوا الخبرات المحترمة بتاعتهم للنواب الجدد، وده حصل على مدار الشهرين اللي فاتوا. والهدف الرئيسي الأكتر وأكتر ان خلاص عملية التأهيل ما بتخلص وعملية التدريب ما بتخلص، وعلى اساس ده ان لجنه التطوير والتدريب متعاقده مع احسن الشركات الموجوده في العالم اللي شغاله في حاجه اسمها التالنت مانجمنت، اكتشاف المواهب. الهدف الرئيسي ان انا عايز ان احنا التنسيقيه عايزه تخلق المرأة او الشاب البرلماني ان يكون ناجح في كل حاجه، ناجح كشخصيته وتعامله مع الاخرين، ناجح ان هو عنده معلومات، فده اللي احنا عندنا كمركز بحثي للدراسات والتشريعات ان احنا نقدر نمد بيها الساده النواب اللي موجودين داخل التنسيقيه، ان عندك معلومه هتاخدها من المركز البحثي، عندك مشكله ما عندك مركز التدريب والتطوير هيبتدي يأهلك ويدعمك ويقف في ظهرك. فده اللي بتشتغل عليه التنسيقيه وهتفضل مستمره، على اساس النجاح الحقيقي مش وصولنا للبرلمان، النجاح الحقيقي استمرارنا في تقديم الخدمات العامه والتشريعيه وادواتنا البرلمانيه اللي احنا هنقدمها للمواطن المصري الفتره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. فاصل وبعد الفاصل نكمل كلامنا مع النواب ونشوف اجنده العمل، خليكم معانا. أهلا بحضراتكم مرة تانية. اللي كان في المجلس السابق وبيستكمل الطريق للمجلس القادم أكيد بتبقى عنده خبرة أكبر عن المطلوب في الفترة الحالية، وفي نفس الوقت الوجه الجديد على المجلس أكيد بيبقى عنده الإبداع في الفكر اللي أيضا يعني في أمس الحاجة المجلس ليه كضخ ليه دماء جديدة. برحب بالخلطة الجميلة دي من ضيوفي اللي معايا النهاردة، كان هناك من كان في المجلس السابق وهناك من هو بيبدأ الحياة النيابية، وأكيد هنا المعادلة بتكون يعني مهمة جدا وبتتحقق بشكل أسرع. النائبة نشوى الديب، أستكمل الحديث معاكي عن المرأة ووجودها في المجلس والمشروعات اللي بتطرحها، وفي نفس الوقت يعني من خبرتك السابقة حضرتك شايفة إيه هو لازم وملح أنه يكون مناقشته بشكل كبير لها متسع في برلمان 2021؟ في الحقيقة وجود زي ما أستاذتنا الجميلة الدكتورة هالة لسه متكلمة حول أن وجود هذا العدد الرائع لأول مرة في التاريخ البرلماني يتحقق، أن والتنوع كمان للمرأة نفسها، يعني ما هوش في كل المجالات تقريبا المرأة في بتنوع المجالات موجودة وممثلة داخل البرلمان، ده بكل تأكيد هيسري الحياة
هيقدم قضايا أكثر أهمية، هيكون المناقشات نقاش حي وهام. المرة اللي فاتت يمكن إحنا كاستفادة من حقوق المرأة إحنا طلعنا عدد كبير من القوانين، زي مثلا تغليظ العقوبة تحرش على سبيل المثال، أيضا تغليظ العقوبة على ختان من الإناث، عدد كان من القوانين بالفعل كان بتمس المرأة كامرأة والبنت كبنت. يعني يمكن أهم قانون يمس الحياة كلها مش بس المرأة ولكن الأسرة بأكملها هو قانون الأحوال الشخصية، اللي وقت ما بدأنا نناقشه عمل حالة من الجدل الرهيبة جدا في الشارع المصري، والأزهر تدخل في هذا الأمر، وأعتقد أن احنا برضو ما زلنا في حالة الجدل دي وهيحصل أيضا، ولكن بكل ثقة بكل ثقة بقولها لكل الناس على واستأذن أن أنا أقولها بلسان كل النواب، أن إحنا في هذا الأمر نبحث عن العدل والعدالة، نبحث عن حق الطفل قبل حق الأم وحق الأب. الطفل أولا وأخيرا بالنسبة لنا، أن إحنا ما عندناش مش منحازين للمرأة ولا منحازين للرجل، إحنا منحازين لأسرة تفككت علينا ان احنا نعدل بس نحافظ بس على الاقل على حقوق الابناء على اولادنا، نحافظ على اولادها، ولان دي البذور والنبته للمجتمع والمستقبل بالظبط، وبالتالي ده هدفنا الرئيسي. لا شك طبعا في قضايا كتير جدا راح نناقشها في اكيد، بس دي من اهمها واللي ليها الاولويه. دكتور هاله، قوانين التنسيق بقى ما بين الاحزاب من اجل طرح القوانين دي، واضح كمان لما كان سياده النائب بيتكلم انه المناقشات بتاخد وقت طويل ما لحقتوش تقريبا، حضراتكم اتفقتوا ان في حاجات ما لحقتوش تخلصوها من كل السنوات اللي فاتت في المجلس الماضي، يعني واضح ان احنا برضو في حاجه لعمليه تفاهم. هناك 22 قانون التحقيقات الدستوريه ملحه يجب ان هي تخرج للنور خلال الفصل التشريعي ده، كان المفروض في الفصل التشريعي الاول ان هي تخرج، المفروض ان ده الفصل التشريعي القادم ان هي تبقى موجوده، لكن القوانين الاساسيه بقى والملحه اللي المفروض اللي انا متخيله ان هي لازم تطلع وعلى وجه السرعه ايضا هي القانون الماثه لدعم الاقتصاد المصري. في الحقيقه دي مهمه جدا جدا وخاصه الصناعه المصريه، لان لو بنفكر في زياده الناتج القومي، لو بنفكر في ان احنا نوجه الحكومه لتشغيل ودعم الشباب وتقليل من نسبه البطاله، لو بنفكر وجود منتج مصري حقيقي نقدر نصدره لزياده العمله الصعبه، لو بنفكر في المنظومه دي كلها والدعم الاقتصاد المصري، يبقى لازم نفكر ازاي نطلع منتج مصري على وجه السرعه بدعم قوي جدا من التشريع. في الحقيقه كان في بعض القوانين اللي تم اصدارها في الدور في الفصل التشريعي الاول، خاصه مثلا بهيئه التنميه الصناعيه، بقانون الاستثمار، بقانون الاحتكار. في الحقيقه القوانين دي كلها كانت قوانين قد ايه تعبنا فيها، عملنا فيها مجهود في مناقشاتها، لكن خرجت اللوائح التنفيذيه الخاصه بيها وافرغت بعض القوانين عن فحواها والهدف منها. فبالتالي كان مهم جدا نقطة الرقابة بقى، ان احنا نفعل دور الرقابة. في الفصل التشريعي ده لازم يبقى لنا دور رقابي على اللوائح التنفيذية وكيفية تنفيذها على الأرض، لازم يبقى في دعم للقوانين الاقتصادية المختلفة وقانون الصناعة بالذات، لان ده مهم جدا طبعا. عشان يكون في بيئة فعلا حقيقية تشريعية تدعم الاقتصاد المصري وتجذب الاستثمار داخل تمام مصر. طيب سيادة النائب، يعني كوكيل للجنة الخطة والموازنة في البرلمان السابق، منظومة الإصلاح الاقتصادي اكيد برضو عندكم فيها أجندة عمل. زي ما اتكلمنا عن يعني احنا في المجلس السابق اصدرنا العديد من
القوانين تبقى لدينا قانونين ما اسعفناش الوقت اللي احنا نتكلم فيهم، اللي هم قانون التخطيط وقانون الماليه العامه، وهنقيس اثر التشريعي للقوانين اللي صدرت من لجنه الخطه الموازنه، قانون الجمارك، التعاقدات الحكوميه، القيمه المضافه، كل القوانين نشوف هل حققت اهدافها ولا لا، هل هتحتاج تعديل ولا لا. لكن انا شخصيا لدي حلم كنائب يعني اعاده هيكله المنظومه التنميه البشريه في مصر. خلينا نتفق كلنا ان احنا ما عندناش موارد طبيعيه تكفي لتحقيق رفاهيه 100 مليون مواطن، لكن انا استطيع ان احنا نحول ال 100 مليون مواطن دول هم نفسهم ل يعني عنصر فعال من خلال ان احنا نستثمر البشر بالظبط، ان يكون لدينا يعني تخطيط وتشريعات متكامله لاتجاه نحو تحقيق يعني التنميه الاقتصاديه من خلال يعني التشغيل كثيف العماله لتعظيم الناتج القومي. يعني ده حلم شخصي لدينا، لابد ان احنا نهتم، وانا يعني بطلب من كل السادة الزملاء ان احنا نهتم بالمنظومة دي اللي هي اعادة هيكلة التنمية البشرية، ونستفيد من البشر في مصر لان احنا ما عندناش الموارد الكافية لتحقيق الرفاهية دي. بالاضافة طبعا ان احنا هنشوف كل القوانين اللي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي، كل العوامل وكل التشريعات وكل الاتفاقيات اللي هي تساهم في جذب الاستثمار بصورة أكبر للدفع نحو تحقيق طبعا مطلوبة أكيد في الفترة تحقيق التنمية الاقتصادية. بالإضافة طبعا لضرورة تفعيل القوانين اللي صدرت، يعني صدرت قوانين ولم يتم تفعيلها، تنفيذها يعني بقى وترجمتها على الأرض. أنا هضرب مثل سريع بهيئة تنمية الصعيد. هيئة تنمية الصعيد صدر لها قانون من سنتين، حتى الآن لم نجد يعني تحقيق وتفعيل حقيقي لها، رغم كل التوجيهات اللي صادرة من القيادة السياسية بالاهتمام بالصعيد وكل المبادرات لاهتمام بالصعيد، لكن الهيئة لم تحقق الهدف منها. نقطة مهمة جدا انه لازم يتم تفعيل اللي بنقوله، يعني ما يبقاش بس مجرد اقتراح. اخيرا الشباب، ومدام بدانا مع سيادة النائب بالاحلام، اكمل بقى واقول احلام الشباب في 2021 تحت قبة البرلمان. والله انا في البريك كنت بتكلم مع سيادة النائبة هلا على حاجة مهمة جدا، ودي هتخص كل شاب بيتفرج علينا دلوقتي، الا وهي مشكله البطاله في مصر. تمام. لو احنا نيجي نتكلم واحنا نتكلم مع شباب ونقول له احنا كتنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين هنحل لك مشكله البطاله، احنا لازم نتكلم مع اكتر لجنه مهمه جدا الا وهي لجنه المشروعات الصغيره ورياده الاعمال. ده كان القانون صدر من فتره بس لسه اللائحه التنفيذيه بتاعته يعني لازم نشتغل عليها اكتر واكتر عشان نقدر نقدم قانون ولائحه للشباب عشان نقول لهم يلا ابدا مشروعك ويلا حقق نجاح. لازم يكون في قانون يقدر يبقى في ظهر الشاب ان انا ما اقدرش افتح الشركه من هنا واتاذي تاني يوم او يحصل لي مشكله تاني يوم. ده حاجه مهمه. الحاجه المهمه الثانيه جدا برضه هفضل اقولها، اي مواطن بيتفرج علينا دلوقتي هيقول لي انت هتقدم لي خدمات عامله ازاي؟ الا وهو يبقى قانون الاداره المحليه، ده من اهم القوانين واولويات المجلس طبعا، اولويات التنسيقيه واولويات المجلس ككل الفتره الجايه. طب احنا برضه دورنا ايه في التنسيقيه؟ احنا برضه هدفنا ان شاء الله ان احنا ندفع بشباب داخل الانتخابات المحليات عشان نقدر نقدم نموذج متكامل زي ما اتكلمنا عن نواب المحافظين، نواب الشيوخ، اعضاء مجلس النواب زمايلي، كمان يبقى في اعضاء مجلس محليه. طب هنجيبهم منين؟ عفوا الدستور كفل ده حقيقي، ده حقيقي الدستور كفل 25% مرأة و 25% شباب، ده حقيقي. والتنسيقيه برضه هتجيبهم منين؟ وعضوات، ده حقيقي بالظبط. انا عارف المرأة على المرأة الحمد لله 32 نائب ونائبه، نصهم سيدات. اتشرف ان انا ابقى وسطهم. العفو 13000 ده النائب. فالحاجه الموضوع كبر بالنسبه للمراه تحديدا. بالعكس مهتمين جدا جدا بيه، ومن اكتر الحاجات كمان ان احنا في التنسيقيه مهتمين بيها في ملف التعليم الفني الخاص بالمراه، يعني المدارس الفنيه بنات كمان بالاخص، ان احنا مهتمين بيهم اهتمام كبير جدا. برضو فكره المشروعات الصغيره ورياده الاعمال، فكل اللي احنا نقدر نقوله احنا كتنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين هنفضل في ظهر الشباب، وهنفضل برضو في ظهر الكبار عشان ما نقدرش الناس الكبار المحترمين اللي بيتفرجوا علينا، قانون اصحاب المعاشات احنا لازم نبتدي نشتغل عليه بقوه. فان شاء الله الناس تتابع التنسيقيه وهتشوف المزيد من الفتره الجايه. ربنا يوفقكم جميعا، والف مبروك مره ثانيه ان شاء الله. يعني مع اول يوم كده يكون في تفاؤل، لانه التفاؤل واجب علينا جميعا في الفتره اللي احنا بنعيشها دي علشان نقدر نحقق كل الاهداف اللي بتنعكس على هذا الوطن بالايجاب. شكرا النائبة نشوى الديب، النائبة هالة أبو سعد، النائب مصطفى سالم، النائب أحمد فتحي، وبشكر حضراتكم على المتابعة، وتصبحوا على خير.